السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة وفتاوى الناس. يا رب تكونوا بخير دايما وفي أحسن حال. موعدنا النهاردة مع الحلقة المخصصة للإجابة على أسئلة حضراتكم اللي بتجيلنا على صفحة قناة الناس على فيسبوك. اسمحوا لي أرحب فضيلة الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء. أهلا بحضرتك شيخ عويضة. يا مرحبا، أهلا بك. دائما نسعد بهذا اللقاء والله يا مولانا، ربنا يبارك في حضرتك. نبدأ مع أول سؤال، حكم تكملة الصلاة حتى نهايتها مع حدوث حدث أصغر أثناء بداية الصلاة في المسجد وخلفي صفوف كثيرة وأنا في الصف الأول، ولو خرجت من الجماعة سوف أحدث بلبلة في الصفوف. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد، صلى الله عليه وسلم. الطهارة شرط من شروط الصلاة. نعم. والحدث إن كان أصغر يهدم الوضوء، نعم، وإن كان أكبر يهدم الطهارة. نعم. فلا يجوز أن يدفعنا الخجل إلى أن نحن نخجل من الناس فنصلي على حدث. ممكن حد يتكسف أنه يخرج أو كده فيظهر للناس، أنت يعني لك عذرك. إنسان نعم. يخرج على طول من الصلاة. مثلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أدبا، قال لك علشان إذا أحدثت في الصلاة فخذ بأنفك وانصرف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعمل كأنه إيه، مناخيرك بتنزف مثلا ولا حاجة، كأنه أصابه رعاف فيعمل كده ويخرج من الصلاة، كأنه حصل له شوف عشان إيه، وكأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن يشوف نفسك هتقول لك إيه أنت عيب. ولكن أبدا، حتى لو كان، لأن في مرة إمام قال أنا صليت بالناس وأحدثت وكسفت أطلع من الصلاة وأكمل الصلاة، دي مصيبة كبيرة. نعم. تتحمل وزر من خلفك، لماذا هنخجل من الناس يعني أي حد ينتقد وضوءه في الصلاة أخرج من الصلاة على طول، ما فيش مشكلة، أنت كده كده يعني بالضبط. إن كان إماما يستخلف وإن كان مأموما يخذ بأنف لو هو شايف أنه خجلان ولا ويخرج من الصفوف، ما فيهاش أي بلبلة ولا أي شيء. نعم. فلذلك تصرفه خطأ، يستغفر ولا يفعل ذلك مرة ثانية ويعيد الصلاة دي طبعا. نعم. السؤال اللي بعد كده، حكم العمل في الخارج في سوبر ماركت في جميع أنواع الطعام ويوجد فيه خمور. طيب. نسأل الله أن يتوب على الإنسان وأن يرزقه دائما ويفتح له أبواب الحلال. آمين يا رب، آمين. ممكن إنسان أحيانا برا، وإن كان المسلم لابد أن يحافظ على هويته وعلى دينه وعلى أخلاقه أينما كان. نعم. دايما تبقى انت ما بتشتغلش في الحرام يبقى ما اشتغلش في الحرام في اي مكان. ولكن قد يكون هذا مضطرا، ان كان من باب الاضطرار لا يتركه حتى يجد ما يطعم به نفسه في هذه البلاد الى ان يجد غيره. نعم. يبقى هو لا يترك، ولكن لو هنا اقول له لا تقدم خمرا بيدك. نعم. لا تحمل خمرا بيدك، حرام، حاملها حرام عليه. فلذلك نقول له ابحث ضروري عن عمل آخر، وإلا هناك بعض الفقهاء أجاز مثل هذا دي في حالة اضطرار بالنسبة له، لأنه كمان في بلد بالضبط كده أخرى يعني. نعم. نعم. طيب، السؤال اللي بعد كده، هل تدخين السجائر حرام شرعا أم مكروه؟ لو قلنا السجائر إذا ما حشرت مع الطيبات أم مع الخبائث، خبائث قولا واحد، والله سبحانه وتعالى حرم علينا الخبائث وأحل الطيبات. نعم. فإذا تترك لأنها مهلكة للبدن ومهلكة للمال. نعم. تهلك الاثنين، تهلك الصحة وتهلك المال. صحيح. فلذلك الحقيقة أنا يعني أتعجب من الناس يبقى محتاج الأربعين جنيه ولا الخمسين جنيه أيا كان، معرفش علبة السجائر بكام. أيوه. بيته محتاج الثلاثين جنيه أو الأربعين جنيه، ما بيجيبش لأولاده لبن مثلا يعني وراح يجيب علبة السجائر. يا عم أطيع السجائر وأولادي أولى. ما العيل يشرب له كوباية لبن أولى. صحيح. هنقول له ربنا إيه عشان تصرف على كيفك وعلى دماغك؟ لا. وعلى فكرة أي إنسان عنده العزيمة أنه يسيبها،
ايوه شفنا قصص كتير. انا شفت شباب نعم. الحمد لله كان بياخد بيسموه ايه بيضرب هروين المخدرات والحاجات دي وقول في لحظه مش هضرب تعبت شويه وضغطت على نفسي شويه وقعدت مش عارف 10 ايام في البيت وقفلت على نفسي لحد ما ربنا شفاني. اذا هي عايزه اراده قويه من الانسان. مش انا مش قادره وبعدين يروح لك يبطل لك السجاير ويجيب لك بتاعها كده اللي هي الثانيه دي اشد وممكن مصاريفها اكتر. طيب ليه يعني هذا الأمر هو قرار ويقوي نفسه كده وياخد خطوه نفسه وهي حرام ولا ينبغي ان يشربها الانسان. ونسال الله ان يتوب على الجميع. امين يا رب امين. السؤال اللي بعد كده، هل يجوز الصلاه للمتوفى الذي ترك الصلاه؟ لا فعش نقضي ولكن يدعى له ندعو له. وليه؟ لان الانسان يعني انما يسال عن سعيه هو. قال والصلاه من سعي الانسان وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولكن لنا، شوف بقى الكلام الثاني، أيوة، لنا أن نصلي له صلاة نفل. يعني نصلي ركعتين قيام ليل مثلا ونهب ثوابهما إلى المتوفى. أما الفريضة لا، ما ينفعش نقضي عليه. لا أو ما نقضيش بالضبط كده. ليه؟ أما الصوم ممكن، لأن الصوم فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وصام عنه وليه هنا ليست على سبيل الوجوب بالصوم. لا، ممكن يصوم لو قدر، وإن لم يقدر أطعم عنه. أو هو مخير بين الصوم والإطعام. فلذلك نقول إحنا الميت ندعو له، نعمل له ختمة من القرآن أو نقرأ له جزء من القرآن، نتصدق عنه. ممكن نصلي نافلة ونهب ثوابها له، ممكن نصوم نافلة ونهب ثوابها له، كل هذا أجازه العلماء. وسبحان الله، يمكن لفتة طيبة كده من حضرتك برضو، إن احنا ناخد بالنا بقى أن الصلاة ما حدش هيقضيها عننا. فانتبه قبل بالضبط. ما تتوفى خلص. يعني ده معلقة في رقبتك. فهيفضل عليك دين. ربنا يعافينا يا رب. طيب السؤال اللي بعد كده، ما حكم الشرع في غسل الأواني التي لمسها الكلب بلعابه؟ طيب، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو فيه التتريب، واغسلوه السابعة أو عفروه بالتراب السابعة، وقالوا أن التراب يعني بيعمل إيه؟ يعني يقتل نوع معين من الجراثيم. طب الوقت هنجيب التراب منين؟ يعني واحد عنده كلب في البيت ولعق في الإناء. طيب يروح مثلا يجيب منين؟ وقالوا المقصود باللي هنا الإناء الذي فيه ماء. هتطلق المية تسكب الماء وتغسل. طب ممكن نغسله بإيه؟ ممكن تغسله بالصابون، تغسله باي شيء، اي في مطهرات مختلفه خلاص على كده غسل وخلاص على كده. مش لازم اروح التراب. هذا طريقه الان ممكن استخدم هذا. طيب السؤال اللي بعد كده، هل كتابه مؤخر الصداق في قائمه المنقولات جائز شرعا؟ هذه ترجع الى اعراف الناس. لكن الان الـ 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 القائمه هذه عرف تعرف عليه الناس الان. والناس الان تفعل ذلك حفاظا على حق المراه. ففي اللي يكتب الذهب وفيه اللي ما يكتبوش. وانت حاجة بتسأل الآن ممكن نكتب المؤخر فيها. ولكن جرى العرف الآن ان احنا بنكتب المؤخر فين؟ في قسيمة الزواج. في العقد نفسه يعني. في العقد نفسه بتاع الزواج. ما بنكتبوش في القائمة. بس هنفرض في مكان ما عرف جرى بهذا. لا شيء في ذلك. فالفكرة ان ديت اعراف عموما نتبع فيها بالضبط. نتبع فيها العرف. في كل الأحوال لابد أن تصان حقوق المرأة. في كل الأحوال عند الفراق لا قدر الله تأخذ المرأة حقها ولا تهضم هذا الحق. طيب، هل منادات البعض شيخ عوضة في هذه المسائل بفكرة أن كده ده يعتبر ابتداع، احنا جبنا حاجات جديدة ما كانتش بتحصل، هل ده لي يعني سند أو لي يعني قوة في الطرح او الاستشهاد بهكذا؟ هي اسلوب. هي المساله قديما كان بيتم ازاي؟ الرجل يجهز مكان الحياه، ايوه، اللي يليق بهذه المراه من العيله الفلانيه او من البيت الفلاني، من مجاميعه زي ما بيقولوا. بيجهز البيت. ويذهب الى ولي المراه يعطيها مهرا. كل واحد يشترط المهر اللي هو عايزه لبنته. وعارف قدرها، وكانت بتختلف بقى بالنسبه للعائله، بالنسبه للتعليم بالضبط. ده كله اختلف. اداها المهر، هي حره في هذا المهر بقى. هتروح له بشنطه هدومها. حصل فراق، الحاجه بتاعته عنده وهي معاها مهرها خلاص. جميل.
ده اللي وده موجود في ما زال موجود في بعض الدول في العربيه الى الان. نعم نعم، يقول لك الست تروح بشنطه هدومها والراجل يجيب كل حاجه. مع الوقت في بعض البلاد زي عندنا كده، ايوه، اصبح مساله التجهيز مساله شاقه، ايوه، على الشباب. هيروح يدفع مهر ويجهز ولا يجيب شقة ولا يجهز ولا نعم. فاصبح بيحصل تعاون ما بين يقول له والله مهرها ال 30 جرام ذهب دول والمؤخر اللي هو 20,000 والقائمة اللي أنا وشوية العفش اللي أنا هجيبهم. أيوة. طيب تروح هي جايبة حاجات تقول أنا هجهز مثلا الحاجات التانية أو بنجهز مناصفة. أيوة. وفي الآخر الحاجات دي كلها أصلا إيه؟ هو ده أصلا المهر بتاعها اللي المفروض كان يتاخده، فيروحوا كاتبينه ضمانا للحقوق، كاتبينه في قايمة. نعم. جاء هنا مسألة القايمة واخترعت القايمة من أجل إيه؟ من أجل الحفاظ على حقوق المرأة لما عجز الناس عن القيام بواجبات الزوجية كاملة. نعم. من باب التعاون، وده شيء جميل. فما نجيش نقول ده حرام ده بدعة. يا عم ده حرام وده بدعة، شوف لو قدرت انت بقى تجهز مكانك من كل شيء. أيوة. أجهزة وأثاث وكل شيء وتديها تفضل مهرها اللي أبوه. أيوة. يقول بقى 300,000 400,000 إن شاء الله اللي يقول عليه. أيوة. خلاص يا عم خدها بشنطة هدوم وساعة الفراق ربنا يهدي سرك، خلاص حلال عليك حقك، يبقى حقك وهي تتوكل مهرها معاك. بالظبط. ربنا يبصرنا. السؤال اللي بعد كده، كنت محتاجة أعرف إيه حكم الحجاب، وهل لو ما كانش عن اقتناع لبسه الأفضل عدم ارتدائه؟ أنا بس نقف عند كلمة عن اقتناع دي. هو إحنا الفجر في البرد بيبقى عايزين ننام ونتغطى والنوم لذيذ، فأنا مش حتى مقتنع إن العرب كانت تسمي نومة الفجر العسيلة للذاتها. صح. ولكن بتسمع الأذان مش مقتنع اقوم انا تعبان، ربنا بينادى عليك، وانا مش مقتنع ان انا اقوم دلوقتي الا اقوم احط ميه ساقعه ولا محطه ميه سخنه وانزل في الشارع واروح اصلي ولا حتى اصلي في البيت. أيوه. ايه اللي خليني اقلق القلق ده كله؟ بس ربنا نادى عليك. الله. فقال لك تعال قوم. في حكمه انه يخليك تقوم في الوقت ده. نعم. وربنا في حكمه انه يقول للمراه غطي شعرك. نعم. يقول المراه استاتري. نعم. في حكمه، اكيد ده بيمنع عنها ضرر كبير ويحفظها من عين الناس. فما تجيش تقول انا مش مقتنعة، مش مقتنعة بس ربنا قالك. ايوه. يبقى هنا ما فيش بقى اقتناع. وبعدين الحجاب ده امر سهل خالص، ده احتشام. احنا ما بنقولش نقاب، بنقول احتشام المرأة بس، هذا يكفي لبس فضفاض واحتشام كده والمرأة تتقي ربها وهذا واجب. يعني النصيحة ارتدي الحجاب وابتدي بقى ذكري في مسألة الحجاب عشان طبعاً تصل لمسألة القناعة. يعني أستاذة نعمة صدقي لها كتاب كده اسمه الحجاب. نعم. يعني توفت الله يرحمها. الله يرحمها. كانت بتخرج هي في مقدمة الكتاب، أذكر الكتاب ده من 30 سنة، عهد بيه بعيد قوي. ما شاء الله. فبتقول يعني في المقدمة تقول إن هي كانت بتكشف شعرها. ولما كانت تكشف شعرها كانت معجبة بيه، يعني جميل كده. أيوه. فأصيبت بمرض فبدأ شعرها يتساقط. فخاطبت ربها، راح بقى وقتها لما بدأ الشعر يتساقط وبقى شكلها مش كويس التفتت كده. راحت حاطة غطاء الرأس. وبعدين خاطبت ربها كده، يا رب لو شافتني أنا مش هخلع الحجاب تاني. وسبحان الله شفاها الله. سبحان الله. ورجع لها شعرها كما كان، فراحت عاملة الكتاب الصغير رسالة صغيرة كده تتقري في ساعة وذكرت فيها القصة دي. فإحنا ليه نرجع لربنا لما ينزل العقاب؟ طب ما نرجع لربنا واحنا بقوتنا واحنا بجمالنا واحنا احنا عشان حتى يبقى ليها لذة. صحيح. الرجوع الى الله ليه لذة. صحيح. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية، ونستكمل الاسئله. السؤال اللي بعد كده شيخ عويضه، ما حكم من لم يذهب الى منى يوم الترويه بناء على اوامر المشرف حتى نتمكن من الذهاب الى عرفه؟ طيب. اصبحت معظم الرحلات بتاعتنا الان في الحج بتسير بهذه الطريقه. نعم. ان احنا ما بنروحش على منى نبات فيها، احنا ممكن نروح على عرفه نبات فيها علشان نوفر المشوار ما بين منى وعرفه ولا نرهق أبدنا. نعم. ليه؟ لأن في سنة من السنوات راحوا منى فنزل سيل شديد جدا عاقهم عن الذهاب إلى عرفات، ذهبوا بصعوبة جدا. هو ركن الحج الأعظم بقى. بالضبط. نعم. فلذلك بنقول كده، هو المبيت بمنى
ليلة التروية ليس من النسك، وإنما لنكون قريب من إيه؟ قريبين من عرفات، لأن المسافة هتبقى قريبة. نعم. فالإنسان لو لم يبت بمنى فحجه صحيح، على قول من قال بأنه ليس من النسك، وهو ما نفت به في دار الإفتاء. جميل. ومسألة يا شيخ عويضة الالتزام بأوامر المشرف، أعتقد الجميع دلوقتي بتبقى هو المشرف عارف الصح فبيدلهم. هو المشرف مش هيتحرك بهم أيوة إلى عرفات لحد ما يكون هو سأل، لأن بعض الناس بتشتغل على النقطة دي مع الرحلة. شيخ بيقول أو هم سألوا يا جماعة احنا رحلتنا هتتجه إلى هذا. وقبل على فكرة حتى الشركات قبل ما تروح على عرفات وما تروحش المنى بيبقى سألوا في دار الإفتاء، احنا هيكون برنامجنا كده نروح على عرفات، بنقول لهم ان هو صحيح. بعض الناس بتدخل للناس يا شيخ عوضة من هذه النقطة ويقول له خالف مش عارف ايه وقعد انت واستنى وتحصل مشاكل، وكأنه كده يعني هو شوف مبنى اللي ودي هنتكلم بقى لما يجي ان شاء الله موسم الحج. مبنى الحج على التيسير لا التعسير. من ظن ان مبنى الحج على التعسير فقد أخطأ. مبناه على التيسير لأدلة كثيرة جدا منها افعل ولا حرج، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. السؤال اللي بعد كده، كيف أصلي قيام الليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، حديث رواه الإمام البخاري. يجوز الإنسان أن يصلي قيام الليل ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم، ويجوز 4 ركعات بتشهد واحد ويسلم، ويجوز 6 ركعات بتشهد واحد ويسلم، و8 ركعات بتشهد واحد ويسلم، وبعدين يوتر بـ3. نعم. يبقى إذا صلاة الليل مثنى مثنى، هتبدأ العشاء تصلي بعدها ركعتين خفاف. لو أنت بتقدر تنام وتقوم قبل الفجر بساعة خير وبركة، ده أعظم وقت لقيام الليل. طب أنا بنام ما بقدرش أقوم إلا على الفجر عشان عندي شغل، أيوه، وصعب علي أن أنا أقوم قبليه بساعة، خلاص يبقى هتصلي وعايز تصلي قيام الليل، صلي العشاء، ابدأ بركعتين خفاف كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلي ما شئت 2 2 2 2، ثم أوتر بـ3 ركعات أو بـ5 ركعات على قد ما زي، أو بركعة أقل الوتر. نعم. تصلي 2 وركعة يبقى ناوي إن هما وتر. جميل. السؤال اللي بعد كده، كنت عاوز أعرف ليه الأغاني حرام حتى لو هي مش مسيئة؟ سؤاله كده. طيب هو سؤال يأتي كثيرا. إحنا لو شفنا إن الأخلاق فسدت والأسواق والأذواق يعني صارت غير لائقة، الحقيقة أذواق الناس أصبحت ولو حتى من أجاز السماع، أيوه، لو علم ما سيحدث وأن أذواق الناس ستتدنى بهذه الطريقة قال لك لقفل البول لك، وفي حاجات كده، وفي خبط ورزع بالطريقة دي، في كلمات تافهة بهذه الطريقة. طيب شوف الناس القديمة لما كانت حتى بتقول، لما شوف ولد الهدى، وحتى الكلام التاني بيبقى كلام حتى فيه نوع من التهذيب. طيب على أي حال، أيوه، الكلمات ككلمات حلالها حلال وحرامها حرام. إن كانت تثير غرائز، إن كانت تدعو إلى محرم فهي حرام، إن كانت أشياء مهذبة جائزة يبقى الكلمات. طب الموسيقى اختلف فيها، ما بين مجيز وما بين منع، يكاد الجمهور على المنع، ولكن هناك من أجاز. وألف ابن القيصراني في السماع، وهذا إمام من الأئمة. وألف الإمام الشوكاني إبطال الإجماع على تحريم دعوى السماع. بيقول أن البعض نقل الإجماع أنها حرام. قال له السماع حرام، قال له لا، ده ما فيش إجماع أصلا على أنها حرام، والأمر مختلف فيه. وبعدين وطالما الأمر مختلف فيه فلا ينكر المختلف فيه. نعم. عايز يقول كده، ورسالة صغيرة ومطبوعة وكتاب ابن القيصراني، وأجاز السماع العز بن عبد السلام، وتكلم عليه الإمام الغزالي أبو حامد رحمه الله. عبد الملك بن المجشون، وهذا كان مفتي المدينة في زمانه. نعم. وعبد الملك بن المجشون هذا مالكي، وكان يعني من أسرة كلها أبوه فقيه وكل العيلة فقهاء، وكان يرى أنه لا بأس بالغناء، بل يقول ابن معين قدم علينا عبد الملك بن المجشون ومعه مغنية بتغني له. هو سبحان الله. فسيدنا
عبد الله بن جعفر، وهذا الأثر ذكره الإمام الشوكاني، كان عنده آلة يضرب عليها. عنده آلة يضرب عليها. نعم. فده كله موجود، والأمر فيه خلاف، وفي الأول والآخر إحنا عايزين قلوبنا تشبع من القرآن. نتجه للقرآن. نعم. اللي يسمع يسمع، والله اللي يقعد يسمع سيدنا الشيخ المنشاوي الله. يعيش في عالم تاني. الله. طبعا. إيه ده؟ طبعا. ولا سيدنا اللي مش هيجي زي فريد الزمان. نعم. وحيد الظهر سيدنا الشيخ مصطفى اسماعيل، وعبقرياته في القراءة. نعم. ده الناس هتقعد تسمع ده وتقعد بعد كده تتجه إلى التفاهة ديت. ما أظن يعني هذا يحدث. ربنا يبارك في حضرتك شيخ ويضا. السؤال اللي بعد كده، هل تصميم الأزياء لو كانت الملابس تكشف أجزاء من الجسم حرام؟ كل ما كان له وجهان جاز بيعه وجاز شراؤه وجازت صناعته. نعم. السكينة ما ممكن واحد يقتل بيها، واحد يقطع بيها أكله. نعم. واخد بالك إزاي؟ الملابس الزينة اللي بترتديها المرأة، واحدة تلبسها للزوج لا قدر الله، واحدة تلبسها في الحرم. نعم. إذن كل هذه الأشياء التي لها وجهان جازت صناعتها وجاز بيعها وجاز شراؤها. والمسؤولية على مين؟ على اللي بيلبس. المسؤولية على اللي بيلبس. نعم. شايف إن هو مكشوف، اعلمي بأن المكشوف ده ربنا يحاسبك عليه. نعم. والمرأة مطالبة بالعفة، مطالبة بالستر. نعم. المرأة جاءت، شوف سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله، يقول لواحد، يقول له ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال له من؟ قال هذه المرأة. نعم. اللي ماشية دي من أهل الجنة. نعم. قال له ازاي؟ قال جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف. بيجي لي مرض الصرع فبقع فبتكشف. المصروع ده بيقعد يتشنك. هي. فممكن جلبيتها ترتفع كده فرجلها تبان. نعم. فهي حزينة إن رجلها بتبان مع أنها معذورة. طيب، فأدعو الله يا رسول الله لي. فقال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك. فهي فكرت الجنة، قالت أصبر على الصرع. وبعدين ولكني أتكشف. يا سلام. بس أنا بكيش، مش عايز حد يشوف رجلي. يا نهار أبيض. يا سلام. على اللي بيحصل. أمال اللي بتكشف وهي متعمدة هتقول له ربنا إيه؟ اللي بتتكشف وهي بمزاجها هتقول له ربنا إيه؟ ربنا يعافيك. ده بيتفنن في هذا. يقعدوا يتفننوا إيه اللي إيه دي؟ هنقول له ربنا إيه؟ ده المرأة ما كانتش جميلة على فكرة. ده بيقول له هذه المرأة السوداء. خلاص؟ فقالت ولكني أتكشف، فادعوا الله لي، فدعا لها إنها لما تسرع تتستر. سبحانك يا رب. والله يا جدعان إحنا ما سبحان الله. لذلك كان جزائها إيه؟ أنها من أهل الجنة. أهل الجنة خلاص. ربنا ينور بصيرتنا يا رب. السؤال اللي بعد كده، هل الصلاة على سجادة مبطنة بالسفنج جائز مع العلم بالقدرة على الصلاة على سجادة عادية؟ والله لو هو قادر يصلي على سجادة عادية خرجنا من أي إشكال. أما نعم. لو كانت السجادة مستقرة على الأرض وتندك ويتستقر الجبهة والأنف عليها، الصلاة صحيحة ولا شيء فيها، فيش مشكلة. نعم. طيب السؤال اللي بعد كده، أعمل من 8 صباحا ل 8 مساء فما بعرفش أصلي غير الفجر، كيف أصلي باقي الصلوات؟ لا تسقط عنه الصلاة. عمر ما كان الإنسان يعني يعذر بترك الصلاة أبدا. لو ضاق وشغال في مكان مثلا، يعني حفظ شيء أو وقف على ماكينة، ولو يعني انشغل عنها ممكن في حد يقدر أصلا يشتغل من 8 ل 8 كده مباشرة دون ممكن، هنفرض على كلامه. نعم. ولكن على الأقل فيه بياخدوا راحة. نعم. بالظبط. فتروح مصلي في وقت الراحة. يا أخي ده أنت لو الدنيا ضاقت عليك اجمع بين الصلاتين. نعم. لك فيها مندوحة في الفقه. نعم. ممكن يجوز ان يجمع بين الصلاتين لو هو مش قادر، عشان يعني هنا ليه عذر، عشان لو لا وكان ليه عذر ومش هيعرف الا هذا. نعم. اما يترك الصلاة خليها كلها في اخر اليوم، لا. نعم. ما ارى هذا، ولكن يسعى لان يصلي الصلاة ان اشتد به الامر يجمع بين الظهر والعصر في وقت احدهما او المغرب والعشاء في وقت احدهما. أشكرك شكرا جزيلا شيخ عوض، شرفتنا ونورتنا وأمتعتنا وعلمتنا كالعادة. شكرا جزيلا لحضرتك، وبشكر حضراتكم مشاهدينا، نشوفكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.